مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من اسطنبول العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري. اهلا بكم سيادة العقيد. بداية، النظام السوري والميليشيات الإيرانية يواصلان خرق سوتشي ويقصفان إدلب ومحيطها، هل ما يجري عبارة عن خروقات عابرة أم تأتي في إطار خطة عسكرية لنظام وميليشياته تجاه إدلب؟ سلامي لك أستاذي الكريم. وعليكم السلام. والأستاذ مشاهدي قناتكم الفاضلة. حقيقة ما يجري في إدلب اليوم من قبل روسيا وإيران والنظام لا هي الخروقات ولا هو الإعداد لمعركة شاملة، هو عبارة عن تخبط في المنطقة، لأن روسيا وإيران والنظام لا يريدون الهدوء. يعني النظام بشكل خاص يعلم تماما أن أي هدوء في سوريا، عندما تصل سوريا إلى هدوء حقيقي فهذا يعني نهاية هذا النظام، لأنه يعني النظام تحول إلى أداة من أدوات الهدم في سوريا. لذلك هم يشاغبون في المنطقة ويحاولون قدر الإمكان إثارة الفوضى وتخريب ما تم الاتفاق عليه بين روسيا وتركيا في سبيل استمرار الفوضى، لأن لا يخدمهم شيء في هذه المنطقة إلا الفوضى. ولكن عذرا، يعني حضرتك ذكرت أن إيران وروسيا والنظام يريدون جميعا أن يحدث دائما اضطراب في المنطقة، كيف تسمح روسيا إذن أن يحدث هذا الاضطراب وهي الضامن لعملية وقف إطلاق النار؟ روسيا الضامن لوقف إطلاق النار. لاحظ سيدي الكريم أنه في المناطق التي تسيطر عليها سوريا وينفذ لها السيطرة النظام على الأرض لا توجد مثل هذه الخروقات وما يحصل من مناوشات بينها وبين الجهة الأخرى التي هم الثوار، لكن لتري العالم أن الفوضى استحكمت في المناطق المحررة وأن هذه المناطق المحررة ليست محررة وأن تركيا غير قادرة على ضبط هذه المناطق، لإشعار العالم أن روسيا هي الجهة الوحيدة القادرة على الضبط. نعم. وبالتالي تطمع بالاستئثار بأموال إعادة الإعمار في سوريا تسعى يعني إليه. نعم. روسيا، حضرتك ذكرت هذه النقطة، روسيا هي الضامن وروسيا مع ذلك ترى هذا الاضطراب الذي يحدث، ربما هي الدافع أو هي المحرك لهذه التصرفات من النظام أو هذه الخطوات التصعيدية، لكن ستتحمل بالنتيجة مسؤولية ما يفعله النظام لأنها الضامن لهذه العمليات وهي أيضا المسيطرة على النظام بشكل أو بآخر. كيف ستتعامل روسيا إذن مع القرار الدولي أو الرأي العالمي تجاه ما يقوم به النظام من خروقات؟ النظام الدولي او الراي العالمي انت جبتها، يعني يعني بقناعه الكل وبكل ما نعرفه بدقه من التقنيات الامريكيه والاقتصاد الامريكي وامكانيات امريكا، استطيع ان اقول لك لا يوجد متر مربع على سطح هذا الكوكب خارج سيطره العصا الأمريكية. وروسيا ليست أكثر من أجير وتعرف نفسها أنها أجير في المنطقة، وبالنتيجة هي ستسترضي أمريكا لعلها تستطيع أن تخرج بشيء من سوريا أو تسيطر على شيء. أما بالنسبة لي موضوع النظام يا أخي لا يمكن أن يتجه باتجاه أي حل هادئ. النظام أجرم بحق السوريين، قتل مليون شهيد، شرد نصف المجتمع السوري، كيف لهذا النظام أن يقبل بالمرور عبر بوابة الحل السلمي وأن يستطيع أن يتفاهم مع باقي الشعب السوري؟ الولايات المتحدة لا تتدخل لإيقاف النظام عن تصرفاته، حضرتك تفضلت بجملة مهمة للغاية وأن الولايات المتحدة هي المتحكمة بما يحدث في العالم من تطورات، لكن نوهت الولايات المتحدة إلى نقطة ربما قد تكون هي الضربة القادمة للنظام ولروسيا معا، ذكروا الموضوع الجانب الاقتصادي. الولايات المتحدة تحدثت عن إضعاف أو انتظار أن يضعف نظام الأسد اقتصاديا، بعد ذلك ستكون هي الفرصة لتغييره أو لاقتلاع هذا النظام من جذوره. هل تعتقد أن روسيا ستترك النظام في حال ضعف اقتصاديا، خاصة أنها لن تتحمل تكاليف دعمه عسكريا هي ولا إيران؟
هذا ما سيحصل تماما. أكثر من ذلك أستاذي الكريم، يعني هذا الكلام نحن نقوله على النفس الطويل، لكن كل من يقول أن أمريكا لا تدير ظهرها لسوريا، لا تتدخل في سوريا، هو واهم. يعني لاحظ، يعني ملاحظة في منتهى الدقة، وأنتم كعراقيين تهمكم هذه النقطة أكثر من غيركم. العراق تحت سيطرة إيران، لا نستطيع أن ننكر ذلك، وكل ما نراه من وجوه في العراق هي عبارة عن خدم لهذه العمائم. وفي سوريا لا يوجد أيضا من يمنع إيران من يعني أن تعيد فساد وتأخذ سوريا طولا وعرضا يصير فيها. طيب السؤال الكبير الآن، مدينتي القائم والبوكمال، المدينتين تحت تصرف إيران وتحت سيطرة إيران، لماذا لا يتقدم الحشد الشيعي متر واحد عبر هذا المنفذ؟ وهذا حلم إيران الكبير، لأن هناك خطوط حمراء أمريكية، وجربت إيران وجربت روسيا، حتى روسيا عندما حاولت الدخول إلى حقل كونوكو أبيد الرتل كاملا. لذلك أمريكا تتدخل، وأمريكا طوقت سوريا الآن الحدود العراقية السورية بالكامل تحت سيطرة أمريكا. العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.